انا كنت بحاول انظم وقتي على قد ما اقدر، كنت بحاول احدد لنفسي ساعات نوم معينه مثلا ما اقلش عنها، يعني ما كنتش بحب مثلا اقلل نومي او اجي عليه او كده، وكنت برضو بحاول انظم وقتي، وكنت باخد يوم الجمعه كنت بسيبه، يعني كنت ممكن اعمل فيه مش اجازه، يعني لو ورايا حاجه بخلصها بس ما بحاولش اضغط نفسي فيه، يعني كنت بحاول اعمل فيه حاجه بحبها مثلا او كده بحس ان انا اكسر الجو. طب ايه الحاجات الهوايات اللي عندك؟ انا كنت بحب ارسم، كنت بحب اكتب شعر، كنت احيانا بحب اعمل اكل في المطبخ. يعني كنت بتعلم، يعني كنت لسه مش قوي يعني. طب انت بتاخدي دروس في كل المواد ولا؟ لا في كل المواد. قول لنا بقى يا فاطمه، يومك الدراسي كان بيكون ازاي في ظل كورونا؟ اتعاملتي مع الموضوع ده ازاي؟ هو كورونا كانت في اول السنه بس، بعد كده ما عادش لها، يعني ما عادش لها تاثير قوي، كنا بس بنلبس الكمامات او كده بس، لكن كنا بنروح دروسنا عادي وكده. هو في مميزات وفي عيوب. هو مثلا من عيوبه ان احنا بنبقى في ساعات الامتحان في ثانويه عامه وحاسه ان السؤال مش متاكده منه، مع ان مثلا في ايدك الكتاب ومع ان انت مذاكره كويس وحله كتير. دي حاجه موتره وصعبه في ثانويه عامه، انت تتحملي التوتر ده في كل، مش في كل ماده يعني. يعني بامانه كان في امتحانات كويسه، بس برده مثلا زي امتحانات الاحياء، امتحانات العربي، الحاجات دي مفتوحه قوي، مش بس ما عدا كده بقى، يعني مثلا كان قبل كده بينقصوا انصاص او درجات او كده عن اجابه مش كاملة، كلمة مثلا في نموذج الإجابة مش موجودة، دي ما عدتش معنا السنة دي. فدي من الحاجات اللي عجبتني في الموضوع، لكن يعني في مميزات وفي عيوب. يحل كتير، ينظم وقته، ما يحاولش يضغط على ساعات نومه، يعني في ناس بتبقى بتنام 3-4 ساعات وكده، لا ده غلط جدا وهيبقوا مصدعين ومش هيعرفوا يركزوا. فحاولوا تنظموا وقتكم. وانا كنت عامله اجنده كده، بس رميتها في، يعني ما عدتش بعملها في ايام الامتحانات او كده، يعني في ايام المذاكره الجديده وكده كنت عامله اجنده، بحدد مثلا اللي ورايا ايه، بحدد انا عملته في كام ساعه. بس احيانا كانت بتوترني، كنت بلاقي مثلا في اول السنه ان انا بقعد ساعات اقل بس بنجز اكتر، احيانا كانت تبقى سبب توتر. فلو حد مش هيوتر نفسه بيها يعمل الفكره دي. تقريبا عدد ساعات المذاكره كان كام ساعه في اليوم؟ هو ممكن، هو على حسب عدد الدروس اللي ورايا، يعني مثلا كان ممكن يبقى المذاكره والدروس حوالي، المذاكره والدروس مجموعه مثلا حوالي 10 ساعات، ممكن الدروس تبقى 3-4 يعني. بيبقى ليكي وقت فراغ؟ كنت مثلا كنت بقعد اتكلم مع ماما وبابا، كنت احيانا بقلب في الموبايل شويه وبتفرج على التلفزيون، كنت بكلم صحابي. انا طول العشر شهور بتوع ثانويه عامه كان ما كنتش بمسك موبايلي، بس كنت احيانا بمسك موبايل ماما لو يعني، بس كان موبايلي نفس موبايلي بتاعي انا مش معايا، كنت بمسك موبايل ماما. ايه الفرق بين الاثنين يعني؟ مش فاهم. ايه موبايلي ببقى محمله عليه مثلا حاجات اكتر، باخده راحتي عليه اكتر، لكن موبايل ماما همسكه شويه وهتاخده مني. ايه ان شاء الله طب المنصور. هتكملي مسيره ايه؟ هتكملي مسيره بابا او الرسم؟ بس انا عايزه تخصص تاني، انا عايزه ان شاء الله يا اما اورام يا اما مخ واعصاب. انا حابه تخصصين دول. اشمعنى التخصصين دول؟ الاورام لان بسمع عنه في حاجات كتير مش معروفه او كده، فانا عايزه افهم حاجه في حاجات مش معروفه، احس يمكن الله اعلم يمكن يبقى ليا فيها مثلا دور او كده، لكن وبرده المخ واعصاب برده في حاجات كتير مش معروفه. فانا حابه التخصصين دول عشان فيهم حاجات مش معروفه وفيهم وليهم تطبيقات كتير وكده. استقبلتي بقى خبر النتيجه من الاساس ازاي؟ كنت متوقعه ان انت تبقى اول جمهوريه؟ لا كنت كان نفسي بس ما كنتش متوقعه يعني.